مساء الخير عليكم، يا رب دايما تكونوا بخير. في ظل زيادة الأسعار اللي موجودة حاليا والارتفاعات الجنونية في الأسعار كل شوية، فالنهاردة إن شاء الله حبيت أجيب لكم تلاجة حجمها كويس جدا بسعر مناسب. التلاجة اللي معانا النهاردة دي تلاجة الألاسكا 420 لتر، حجمها كويس قوي. التلاجة مزودة بشاشة ديجيتال، اقدر اتحكم في درجات تبريد التلاجة للفريزر والتلاجة عن طريق الشاشة. وعندي هنا ده زرار التحكم في الفريزر وزرار التحكم في التلاجة، وعندي زرار المود ان انا بختار ما بين التبريد السريع او ان انا اعمل لوك للشاشة عشان لو عندي اطفال وكده محدش يلعب فيها او يغير لي تبريد التلاجة. وده شكل تعريف لوظائف الشاشة الديجيتال زي ما احنا شايفين. نرجع مرة تانية للتلاجة. لو جينا نبص مع بعض على الفريزر، ده شكل الفريزر، حجمه كويس قوي. هلاقي الفريزر فيه إضاءة موجودة فوقه، وعندي فتحات التبريد محطوطة برضو في مكان كويس عالية، بحيث برضو لو أنا حطيت أي أكل هنا ما يسدليش فتحات التبريد. وعندي برضو جزء تحت هنا أهو، حجم الفريزر كويس ما فيهوش اي مشاكل. ودي مساحات التخزين الموجودة في الباب. وهلاقي عندي برضو ده مفتاح اللي بيشغل اضاءة الفريزر وبيوقف المروحة بتاعة الفريون، هي تزق الهواء عشان يوفر لي في التبريد الخاص بالفريزر عند فتح باب التلاجة. لو جينا نبص على التلاجة من تحت، التلاجة زي ما قلنا حجمها كبير، تقسيمتها ممتازة جدا، يعني المسافات ما بين الأرفف كويسة قوي. وهلاقي فيها نقطة الأيونايزر ان هو بيشيل الروايح او ما يخليش الاكل ياخد روايح من بعضه. هلاقي فيها 3 أرفف، ادي رف والتاني والرف اللي فوق الدرج. المساحات ما بينهم مقبولة، ما فيهاش أي مشاكل خالص، مش محتاج إن أنا أغيرها. وهلاقي برضو عندي الجزء ده لتبريده بيبقى ما بين التلاجة والفريزر، لو حاجة عايز أفكها عشان هطبخها تاني يوم فممكن بحطها هنا. حجمه برضو كويس قوي، وخامات التلاجة ممتازة جدا. التلاجة بتكون تقفيل مصري بضمان شركة العالمية للتبريد، بس تقفيل التلاجة ممتاز جدا ما فيهوش أي مشاكل، يعني لو بصينا على اللحامات بتاعت التلاجة ما فيهاش أي مشاكل. يعني التلاجة تقفيلها ممتاز جدا ما فيهوش أي مشاكل. برضه لو اتكلمنا عن فئة سعرية للتلاجة، التلاجة سعرها 17500، فيعني تعتبر سعرها مناسب جدا وتحفة جدا لإمكانياتها وحجمها. لو جينا نبص على مساحات التخزين الموجودة في باب التلاجة، عندي الأرفف يعني عمقها كويس قوي، هتشيل معايا كويس قوي ما فيهاش أي مشاكل. برضو خامات البلاستيك فيها كويسة جدا. فعندي يعني 3 أرفف ورفين في الأعلى. هنلاقي الجزء ده الخاص بالقفل بتاع التلاجة، زي ما قلنا التلاجة فيها طبلة عشان لو عندي أطفال وخايف من فتح وقفل باب التلاجة كتير، فأنا ممكن أتحكم في النقطة دي إن أنا بقفل التلاجة. لو جينا نبص مع بعض على درج التلاجة، ده الدرج الخاص بالتلاجة، يعني حجمه متوسط مش كبير قوي. دي المفاتيح، وده بينزل معاها رف بيد واحد صغير، وده رف التلج.
برضو اللي حابب الحاجات دي ممكن سهل جدا، الاكسسوارات دي بتتباع، ممكن لو حابب اكبرها ممكن اشتريها من السوق عادي مفيهاش اي مشاكل. وده الضمان الخاص بالتلاجة، تلاجة ضمانها 5 سنين والعمر الافتراضي بيضيف عليها 5 سنين كمان، يعني الإجمالي بيبقى 10 سنين، لكن ال5 سنين الخاصة بالعمر الافتراضي إن الشركة بتضمن توافر قطع الغيار للفترة دي بعد انتهاء فترة الضمان الأساسي. فالتلاجة بصفة عامة تعتبر من الاختيارات المفروض جدا في الشراء في ظل زيادة الأسعار الموجودة حاليا، زي ما قلنا هي 420 لتر، فئتها السعرية حوالي 17500 جنيه. ده شكلها مرة تانية من بره، التلاجة برضو مقاسها عرضها 70 سنتي في عمق 75 في ارتفاع 175 سنتي. دي كده كانت نبذة سريعة جدا عن أحد التلاجات اللي ممكن تشتريها في الوقت الحالي في زيادة الأسعار، وأتمنى الفيديو البسيط ده يكون عجبك. لو أول مرة تشوفني ما تنساش تشترك في القناة وتفعل الجرس عشان يجيلك كل حاجة جديدة.